هناك نقطتان. النقطة الأولى وأن الفيروسات ليس لها علاج، يعني لو كان علاج لكان داء فقدان المناعة، ولا حتى الأنفلونزا الذين يتوفون الآن من أثر الدواء أكثر من الذين يتوفون بالأنفلونزا نفسه. فليس أولا ليس هناك دواء للفيروسات، ثاني هناك يعني لقاح، هناك لقاح تطعيم شيء هكذا. النقطة الثانية هو هذه الدول لا تعرف إلا التمثيل الكيماوي، لا سانتيز شيميك، لا تعرف أي دواء إلا عبر الصناعة الكيماوي. فهي بمعنى لا تعترف وتتنكر ولا تريد أن تعلم أن هناك علاجات في الطبيعة. فإلى حد الآن نحن 70 سنة من بعد الحرب العالمية الثانية إلى الآن، فهذا الطب انصرف تماما إلى التمثيل الكيماوي وترك الطبيعة بعدما كان الطب يبحث عن علاجات في الطبيعة. معناها بإمكان أن يكون العلاج، معناها بإمكان في المرحلة الحالية موجود علاج أو دواء لكورونا في الطبيعة غير الأدوية الكيماوية، ممكن أكيد. هذا؟ أكيد لا يمكن أن لا يكون علاج في الطبيعة، لا يمكن، لأن هذه الكيمياء، هذه الكيمياء الإنسانية، الكيمياء التي اخترعها الإنسان، ممكن أن يمثل يعني أي جزيئة، أي شيء يصنع أي جزيئة كيماوية. لا يمكن أن يكون عدد الكيماويات التي توجد في الطبيعة. إذا أخذت أي نبات تجد في أكثر من 200 حتى 300 مركب كيماوي، أي نبات تأخذ، أي نبات، فلا يمكن أن لا تكون مركبات كيماوية في الطبيعة، يعني لها دور علاجي فقط. فالعلم يجب أن ينصرف إلى أشياء أخرى دون هذا التمثيل الكيماوي، وحان الوقت، أظن أنه حان الوقت. والكورونا فيروس الآن يعني قرأ ناقص الخطر أننا بقينا نعتمد على الكيمياء، وهذا السؤال هو السؤال محوري، لماذا علين، لماذا لا يكون علاج؟ نعم، لماذا لا يكون علاج؟ لأن الخطأ الذي الآن عمله البحث العلمي وعملته الإنسانية عموما هو أنها دائما تعتمد على الكيمياء وتعتمد على صناعة الكيماوية، ولا تعتمد على استخراج الدواء من الطبيعة. هذا هو الخطأ الذي تؤدي الآن الإنسانية، يعني تؤدي ثمن غالي. ففي الكيمياء، في الكيمياء يعني من حيث الطب الحديث، الكيمياء ليس هناك علاج للفيروسات، ليس هناك دواء للفيروسات. شكرا. حتى يعني التهاب الكبد بيوسي، حتى أي فيروس ليس هناك علاج. أشكرك جزيل الشكر. لكن في الطبيعة نحن متأكدون 101% أن هناك جزيئات تكبح الفيروسات، يعني بعد الأبحاث يعني أجريناها، نحن أجرينا بعد الأبحاث على الفيروسات هذه، التهاب الكبد بيوسي وعلى الهيربس وعلى فيروسات أخرى، وكين هناك مركبات في الطبيعة. أكيد الصيني الآن لعلمك فقط، هذه الحالات في الصين الآن أكثر من 80% من شكرا. الحالات عولجت بالطب الصيني، أكثر من 80%. شكرا. والآن منشورات حول المركبات الكيماوية الفلافونويدات التي استخرجوها من بعد أنواع النبات، استعملوا 11 نبات التي أجري عليها البحث، وإذن الحل موجود في الطبيعة، بما أنهم استطاعوا يعني أن يرجعوا إلى الطب الصيني. هذه هي قوته، أنه يدرس الطب الكيماوي والطب الطبيعي، وهذه قوة، وهذا هو الذي يجب أن تنهجه البلدان العربية كلها، أن تنهج الطب الحقيقي، طب كيماوي، طب حديث. نحن لا نقول لا لطب، ندرس طب، ندرس جراحة، ندرس كل شيء، لكن يجب أن ندعم هذا الطب بالطب الطبيعي. أشكرك جزيل الشكر. في أقل